اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الثاني من الاهلي في المونديال. بالتاكيد كلنا كنا عندنا امال عريضه ان منتخب مصر يحقق البطوله الغاليه. لاعبين وجهاز فني ومسانده ودعم كامل من كل مؤسسات الدوله ومن جماهير كره القدم اللي يعني سافرت وراء المنتخب كتير وكتير. ثلاث مباريات بنلعب باشواط اضافيه، مجهود غير طبيعي، مجهود خرافي. كان الجميع خلف منتخب مصر، كنا نتمنى ان المجهودات دي كلها تتوج في النهايه بكاس البطوله، ولكن قدر الله وما شاء الله فعل. بالتاكيد صوره تريزيجيه وبعض اللاعبين تحديدا هو بيقول دي تاني مره نصل للنهائي ونخسر البطوله، ارقام كانت مش في صفنا الليله اطلاقا. اول مره منتخب السنغال يفوز بالبطوله، اشياء كثيره يا فارس، لكن اكيد اكيد كنا نتمنى الفوز بالبطوله. اكيد كنا نتمنى الفوز بالبطوله، واكيد كنا نتمنى نفرح النهارده، بس على الاقل احنا فخورين بمجهود اللعيبه، فخورين بمحاولاتهم. كل الناس النهارده بتدي اللعيبه حقها وبتدي المنتخب حقه. اكيد زعلانين على اللقب، ولكن ما نقدرش نقول ان اللعيبه قصرت، لا، اللعيبه حاولت واللعيبه اجتهدت. ظروف صعبه جدا، بتبدا البطوله باصابه اكرم توفيق، بعمر كمال بيعمل اللي عليه، ما بيكونش موجود النهارده امام عاشور بيكون موجود، بتشوف في نفس الوقت اصابه الشناوي اللي كان بيتقال عليه في بدايه البطوله انه 50% من قوه المنتخب، بتلاقي ابو جبل بيسد مكانه وبيكون راجل وبيكون قد المسؤوليه وبيكون عند حسن ظن كل الشعب المصري، ودموعه النهارده غاليه علينا. كمان حجازي ولاعب مهم جدا بيغيب نتيجه الاصابه، بتشوف مكانه ثنائي زي الونش ومنعم، الاثنين بيلعبوا بروح وبيسدوا مكانه، فمحدش اتاخر بحاجه، محدش بخل بمجهود، حاولنا. والمهم جدا ان لو النهارده كان في خطوه على الحلم ما قدرناش نحققها، فعندنا حلم قريب جدا مع نفس المنافس وهو السنغال، ما ينفعش نفرط فيه، ولازم نبني من النقطه دي. واوعوا ترجعوا لنقطه الصفر، لان دي هتكون اكبر غلطه ممكنه. كنا المره اللي فاتت بنحتفل يا فارس وبيننا علم مصر، ما زال موجود علم مصر، لان مش مباراه هي اللي هتخلينا ننحي علم مصر جانبا. فخورين بيكم، انتوا لعبتوا بتشيرت منتخب مصر، مثلتوا منتخب مصر خير تمثيل دائما وابدا. احنا بنشوف معدن الرجال، النتيجه دي كلها بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لو كان ربنا رايد النهارده ان جماهير الكره المصريه تفرح، كنا بالتاكيد ممكن نحقق الفوز بركلات الترجيح اللي احنا متمرسين فيها. احنا بنخسر ركلات الترجيح من اول مره من 1984، بنخسر ركلات الترجيح في النهائي لاول مره بعد ما فزنا بيها مرتين. الغريب ان منتخب السنغال بعد ما خسر بركلات الترجيح مرتين بيحقق في امم افريقيا الفوز بركلات الترجيح، اول بطوله تكون في تاريخ منتخب السنغال بعد خساره نهائيين. اكيد ارقام سلبيه كتير جدا، حتى السيناريوهات اللي احنا كنا عايشين عليها وبنرسمها لسيناريو 98 او اي سيناريو كان حاصل 72، كان النهارده في حاله عدم توفيق في ركلات الترجيح. لكن كل اللعيبه عملت اللي عليها، وهو ده المهم. المهم انك تلعب راجل، مش مهم توصل لايه او تحقق ايه، قد ما تقدم نفسك وتبذل كل جهد لديك عشان تصل لهدفك. يمكن عشان نكون امناء، منتخب مصر قابل ظروف صعبه كتير، مش هو المنتخب الاقوى في القاره، وده لازم نكون واضحين مع انفسنا، ولكن كنا بنشتغل بالروح وبالعزيمه وبالضغط، وبنقدر نشتغل في حدود امكانياتنا اننا نصل لركلات الترجيح. ما كانش لنا مع منتخبات قويه غير القصه دي، غير الوصول ده. لما تلعب كل عدد المباريات ده 16 8 دور قبل نهائي نهائي، وكمان تلعب ثلاث مباريات في دور المجموعات وتسجل اربع اهداف، نسبه قليله جدا، لكن كان عندك حاجه قادر تبني عليها، وهي دي اللي ممكن تستغلها امام السنغال في المواجهه اللي خلاص اصبحت مواجهه رد اعتبار، مواجهه انك تحقق بطاقه التاهل ان شاء الله لكاس عالم الانديه امام نفس المنتخب. وهي فكره حراسه المرمى وخط الدفاع والقوه الدفاعيه. المنظومه الدفاعيه لمنتخب مصر عظيمه جدا، يمكن لاول مره منتخب مصر يحافظ على نظافه شباكه خمس مباريات في كاس افريقيا في بطوله واحده ونخسر اللقب. عملناها مره قبل كده، حافظنا على نظافه شباكنا 1998، ولكن قدرنا وقتها نحسم اللقب. يمكن الحظ ما كانش معانا النهارده، لكن مهم جدا بالاجتهاد. ان شاء الله التوفيق يكون معانا في مواجهه منتخب السنغال، لان دي مواجهه بقت مهمه ومهمه جدا، وان شاء الله نحقق الصعود للمونديال. لكن كان في كلام مهم جدا من غرفه الملابس بعد المباراه للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مع لاعبي منتخب مصر بيشد من ازرهم. يعني ممكن نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب.
كل مصر تحترمكم اكتر واكتر، وانا كمان كل اللي انا شخصيا او احنا قاعدين دي موجود. بطوله وخلصت، لكن احنا عندنا بطولات تانيه، واعتقد ان احنا عندنا ماتشين ومش هنسيب حقنا. اعتقد ان عندنا ماتشين ومش هنسيب حقنا. اقولها كمان مره، اعتقد ان احنا عندنا ماتشين مش هنسيب حقنا. الجوله ما خلصتش، ان شاء الله نبقى اقوى. احنا في البدايه خالص، من البدايه يعني كنا بنقول بس عايزين نزق لاعلى حاجه. عملنا ثلاثة نهائي، يعني من اول كوت ديفوار، وبعدين المغرب، وبعدين طبعا الكاميرون، والنهارده كمان. فمفيش فريق مشي في الخط ده، ومفيش فريق عمل قشره نفس الاداء اللي حصل. لكن ان شاء الله احنا عندنا كاس العالم والتأهيل، وانا واثق فيكم وكلنا واثقين فيكم جدا جدا. احنا عندنا دلوقتي فريق نفتخر بيه ونعتز بيه. خلاص اللي حصل ما يكسبناش، هنتضايق وهنزعل، كلنا هنتضايق وكلنا هنزعل، محدش هيقول او هنقول لا ده احنا مش معلش ومش زعلانين، زعلانين هنزعل، بس هنزعل ده وهنكسر وهنزعل نقط تاني ونبقى افضل ونبقى اقوى. لا هنبقى افضل ونبقى اقوى، واحنا مش هنسيب حقنا. كانت جملة واضحة جدا ومهمة جدا، وده اللي احنا كنا حتى لسه بنقوله في الانترو، ان عندنا مواجهة امام منتخب السنغال قادرين. هتقول ازاي ومنتخب السنغال هو اقوى فريق في القارة؟ وده مش كلام مرسل، هو منتخب الجزائر. هقولك النهاردة تدينا دوافع مهمة جدا، قادرين اننا بإذن الله في المباراة الاولى نطلع بشباك نظيفة، ومعانا حارسين انا من وجهة نظري كانوا هم الافضل في البطولة، ولكن لأنهم اقتسموا عدد مباريات البطولة ففاز بيها حارس آخر وهو أفضل حارس في العالم إدواردو مندي. ولكن عندنا شناو موجود، عندنا أبو جبل موجود، عندنا كتيبة في خط الدفاع تقدر لو أنت أنا فارس قدرنا نسجل هدف نظيف فقط لا غير، وده قادرين عليه في ماتش القاهرة. أنا واثق إننا قادرين نطلع من السنغال ببطاقة التأهل إن شاء الله. أنا متفق معاك، وأنا مع المدرسة دي، مع المدرسة اللي بتقول إن أنت مش محتاج ترجع للخلف، مع المدرسة اللي بتقول إن أنت عندك حاجة تبني عليها، مع المدرسة اللي بتقول إن أنت لازم تجدد دوافعك، مع المدرسة اللي بتقول طالما أنت حققت نتائج إيجابية حسستك إنك قريب جدا. يا جماعة إحنا لعبنا كل المنتخبات اللي لم يكن يتاح لينا قبل تصفيات كأس العالم أو المباراتين الفاصلتين إن إحنا نلعبهم. لعبنا كوت ديفوار، لعبنا نيجيريا، لعبنا الكاميرون، لعبنا المغرب، لعبنا مدارس مختلفة، والنهارده السنغال. هتيجي تقول لي السنغال كانت متفوقة فنيا في الملعب، هقول لك اه، بس حط في اعتبارك ظروف كتير جدا، حط في اعتبارك انك لاعب قبل النهارده ثلاث مباريات وقت اضافي، والنهارده بتلعب المباراة الرابعة. وانا بمنطق كرة القدم وبمنطق الحسابات البدنية كان طبيعي انك تنهار في المباراة اللي فاتت امام منتخب زي الكاميرون، كان لاعب امام حتى منتخبات وفرق اقل، فكان الطبيعي انك تنهار قدامه في المباراة، وده ما حصلش. فانت النهارده ما اقدرش اقيس واقول ان انا بعيد عن السنغال، انا مختلف، انا شايف ان لنا حظوظ امام السنغال في المباراتين الفاصلتين، ونقدر نلعب بحسابات مختلفه تماما. وعشان كده كل المسؤولين عارفين ده كويس، وعارفين ان احنا في لحظه مهمه لازم ننطلق منها لهدف كمان مهم، وهو امال المصريين في كاس العالم. بالتاكيد يا فارس، ولكن ايضا محتاجين من كارلوس كيروش ان يكون عنده زي ما صحح المنظومة الدفاعية، وبدأ يكون منتخبنا صلب جدا لدرجة ان انت خلاص بقينا قاعدين بنتفرج ومقتنعين تماما ان انت قادر تصل للمباراة وشباكك نظيفة. دي نقطة مهمة جدا ومجهود يعني مبذول من المدير الفني، واحنا دايما بنقول على الايجابيات وايضا بنقول على السلبيات. وجهة نظري ان في عندنا مشكلة في الشق الامامي، في الجانب الهجومي، في تطوير التحولات من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. مش شايفين باترن، مش شايفين نمط لمنتخب مصر في الحالة الهجومية، اللهم إلا بعض الالتحامات الهوائية اللي كان بيعملها مصطفى محمد، وتحول الأمر لفكرة القوة ومحاولة الفوز بالكرة التانية السكند بول ونلعب على صلاح. نتمنى يكون في درس مستفاد لكروش من البطولة العربية والبطولة الأفريقية. وأنا هنا عايز أقف عند نقطة كنا ما اتكلمناش فيها بعد مباراة الكاميرون أنا وفارس، نقطة تغيير كابتن محمد شريف، وقلنا هنبقى مع المدير الفني وهندعم المدير الفني، والإحصائيات بتقول إن محمد شريف من ضمن ال 11 اللي على أرض الملعب هو اللي أهدر آخر ركلتين ترجيح، واحدة مع منتخب مصر في البطولة العربية وواحدة مع النادي الأهلي في السوبر المصري، وبالتالي
بما اننا خلاص وصلنا لدقيقه 120 فممكن تلعب ركله وركله مش عارف الدنيا ممكن تمشي ازاي، فالتغيير يكون محمد شريف لان انا مش هقترب من المنظومه الدفاعيه فاستقبل هدف امام الكاميرون في اخر 3 دقائق، فقررت ان انا اسحب شريف. انا من وجهه نظري المعالج للامر ده كان كيروش نفسه. ليه؟ لان كيروش نفسه فكره الحضن والاعتذار الضمني اللي بعد المباراه كان المفترض عشان يقول لشريف انا باثق فيك، لان هو الطبيعي لما بشرك شريف اكسترا تايم مرتين فانا باثق فيه كمهاجم، لما بشيله وبنزل زيزو فانا باثق في زيزو كمسدد لركلات الترجيح ومسدد لركلات الجزاء. فالمفترض من وجهه نظري الحضن ده كان يستمر دوافع ايجابيه النهارده، كامل الاحترام طبعا لمروان حمدي اللي نزل النهارده وسدد ركله ترجيح، ولكن انا المفترض ادي لشريف وقت اكتر من كده لان هو ده اللي هيخلي شريف يستشعر ان المدير الفني واثق فيه. فكره ان يكون افضل مهاجم في مصر وهداف الدوري المصري حتى هذه اللحظه يا فارس مازال بينزل مع منتخب مصر، عاوز يثبت اولا للمدير الفني ان انا قادر ان انا اشارك او ان انا العب، دي بشوفها ضغوط واعباء نفسيه بتخلي الامر صعب جدا. يعني تخيل مروان حمدي كان بره القائمه ومحمد شريف كان جوه القائمه، تمام؟ مروان حمدي لعب عدد دقائق في البطوله دي اكتر من محمد شريف، مروان حمدي لعب 66 دقيقه مقارنه ب 54 دقيقه لمحمد شريف. هنا لازم اقول في مشكله وعلى كيروش ان هو يعالجها، لان كيروش من وجهه نظري خسران مهاجم مميز جدا. اما محمد شريف بقول له انت لازم تكون صلد، انت لازم تكون واثق من نفسك، انت بتلعب في نادي كبير اسمه النادي الاهلي، انت عندك تحديات كبيره مع النادي الاهلي، احنا محتاجين نشوف محمد شريف في كاس العالم للانديه بشكل مغاير وبشكل مختلف، لان احنا واثقين في محمد شريف وعندك مدير فني واثق تماما في محمد شريف وجماهير بتدعم محمد شريف، فلازم تكون كمحمد شريف واثق بشكل كبير جدا على اي تحدي وتقدر تثبت للجميع ان انت من اهم وافضل مهاجمي كره القدم المصريه. لا في الحته دي بقى انا متفق معاك، بس عندي حاجه كمان. احيانا ممكن تيجي تقول ان كيروش عنده دوافعه الفنيه اللي طلعت صح بان هو اشرك لاعبين وكان لهم الافضليه على حساب شريف، طب ده حصل؟ لا. وهنا المشكله الكبيره، انا ما عنديش مشكله ان انت يكون مدرب عندك افكار او شايف ان شريف اللي كان من اكتر اللاعبين اللي ساهموا في اهداف للمنتخب قبل ما انت تيجي كان عندهم بعض السلبيات، ما عنديش مشكله، بس اشوف ان انت انتجت، انت في دور المجموعات احنا بنسجل هدفين، قدام الفرق الكبيره كلها احنا ما سجلناش اهداف باستثناء امام المغرب، قدام كوت ديفوار لم ننجح في التسجيل، قدام الكاميرون لم ننجح في التسجيل، قدام السنغال لم ننجح في التسجيل، قدام نيجيريا لم ننجح في التسجيل. اذا انا عندي مشكله هجوميه في منتخب مصر، اذا انا عندي مشكله في انهاء الهجمه، اذا انا عندي مشكله على اطار انهاء الفرصه، كل الكلام ده حاصل. طيب لو انا شايف ان اللي بيلعب بيجيب مردود هقول تمام كيروش مكمل وجهات نظر المدير الفني تحترم، انما انا شايف ان ده ما بيحصلش. اذا فكره عدم حصول شريف على الفرصه المستحقه وحط تحتها 100 خط لحد دلوقتي مع كيروش هي سلبيه كبيره جدا جدا جدا، والله ما بنقولها حرصا على شريف بقدر ما هو حرصا على المنتخب. ولو كيروش هيطلع من التجربة دي ويعيد حساباته هيعرف ان المباراة الوحيدة مع المنتخب الكبير اللي تفوقنا فيها وهي مباراة المغرب بأهداف كان محمد صلاح فايق فيها، باستثناء كده احنا ما بنجيش هجوميا، ودي مشكلة كبيرة جدا. اتمنى كيروش يراجع نفسه فيها، لان شريف فعلا يستحق، وشريف ما كانش يستحق يخرج بالشكل اللي خرج بيه، ولكن تقبلناه في وقتها عشان ده مصلحة منتخب مصر وما زلنا متقبلينه، ولكن اللي احنا مش متقبلينه ان يتم ابعاد اللاعب بالجاب ده عن منتخب مصر والمنتخب محتاجه. وهو الهداف يا فارس، وهو هداف المباريات مع كروش، هداف منتخب مصر مع كروش محمد شريف. انا بدات كلامي كده، لا مع كروش نفسه. ايوه انا قصدي اكيد على كروش، والغريب بالزبط. بالنسبه لي ان انا قلت لو انت بتغير استراتيجيتك ولاقي النتيجه افضل يبقى الكلام ده منطقي، انما الكلام غير منطقي اطلاقا. ومحمد شريف له الدعم من كل اهلاوي، وان شاء الله محمد شريف يلحق ببعثه النادي الاهلي في المونديال ويساعد النادي الاهلي في تخطي بالميراس. نشوفكم بعد الفاصل ومعانا اخبار كتير جدا من الاهلي في المونديال. اهلا بحضراتكم من جديد وباقي فقرات الاهلي في المونديال. كان عندنا كلام كتير قوي قوي ممكن يتقال في مباراه الاهلي ومونتريال المكسيكي، ولكن يعني الحاله اللي حصلت ونتيجه مباراه منتخب مصر والسنغال
يعني خلت الامور تكون اصعب بكتير، لكن ده ما ينفعش ابدا نعديه من غير ما نشكر رجال النادي الاهلي. شكرا لاهم فصل في فصول روايه الاهلي بمن حضر، الروايه التاريخيه. من وجهه نظري يا فارس دي اهم مباراه في تاريخ النادي الاهلي، مع كامل احترامي لمباراه 1995 85 مع كامل احترامي لمباراه الكونفدراليه، مع كامل احترامي حتى مباراه الزمالك في الدوري اللي غاب فيها 6 لاعبين اساسيين وفوزنا 2-1، وايضا مباراه شبيبه القبائل لما فوزنا 2-0 ب4 لاعبين اساسيين والباقي من الاحتياط. اعتقد النهارده انك تفوز امام قاره قويه امريكا الشماليه، امام فريق قوي القيمه التسويقيه عاليه جدا، وتكون كل امورنا وبنتكلم عايزين يا جماعه بس نشوف اداء مشرف فتفوز، اعتقد ده اهم فصل من فصول روايه الاهلي المرحله. متفق معاك يا اسامه، في كره القدم خلقت القواعد، وخلق ايضا النادي الاهلي ليكسر كل تلك القواعد، خلق النادي الاهلي ليكتب مجد جديد ودايما يفاجئنا بكل حاجه احنا مش متوقعينها، لان النادي الاهلي بمن حضر، النادي الاهلي مختلف، النادي الاهلي فعلا فعلا عنده إرادة يتكتب فيها كتب ويتكتب فيها حكايات. وبما أننا بنكلمكم عن الحكايات، معانا الدكتور محمد السعدي معلق قنوات الكأس وأحد المهتمين بالشأن الرياضي، وهو موسوعة رياضية بنتشرف بوجودها على قناة النادي الأهلي، عشان يكلمنا عن مباراة الأهلي ومونتري وما دار حولها. دكتور محمد إزاي حضرتك؟ مساكم الله او صبحكم الله بالخير اول شيء، واصبح عليك اخوي محمد واخوي احمد، وابارك طبعا اولا للجمهور وعشاق واداره النادي الاهلي وصول الفريق الى الدور نصف النهائي رغم الظروف رغم المعطيات وبمن حضر، وايضا ابارك لجمهور الكره المصريه الاداء المشرف المنتخب المصري في كاس امم افريقيا. مش هقول هارد لك، اقول ان شاء الله انها تكون نقله نوعيه، ونشوف ان شاء الله المنتخب المصري في الدوحه نهايه العام الحالي في مونديال قطر سنه 2022، وان شاء الله نشوف النادي الاهلي ايضا في المباراه النهائيه لكاس العالم للانديه في ابو ظبي. لفته رائعه من حضرتك، واكيد احنا متشوقين نشوف منتخبنا في قطر، ومنتظرين تنظيم عظيم يليق بالحدث، وشفنا بوادره في كاس العرب وواثقين ان هي هتكون نسخه للتاريخ من المونديال. ولكن حابب بقى اروح لمباراه الاهلي ومونتريه، شفت المباراه نفسها ازاي؟ وكان توقعاتك ايه قبل المباراه؟ ولما شفت المباراه كده وخلصت بفوز النادي الاهلي، كنت بتقيم الموقف بشكل عام ازاي؟ والله يمكن انا من حسن حظي مع علاقتي مع الاهلي في قطر، يعني علاقه جيده جدا. انا كنت حاضر مباراه بالميراد في النسخه الماضيه، وكنت حاضر السوبرين، مش السوبر الاخير، السوبر الاخير واللي قبله واللي فاز فيهم النادي الاهلي في الملعب. فكنت يعني عندي دائما تصور من صغر سني يعني عن النادي الاهلي وقدرات النادي الاهلي مهما كانت الظروف اللي بمر فيها النادي الاهلي في اصعب الظروف يعني في بعض الاحيان. لكن للامانه والكل كان يعني عارف، وحتى في الشارع المكسيكي من خلال متابعتي للاعلام الكل ما كان عنده ذاك التفاؤل الكبير بحكم عدد الغيابات، كان هذه المره كبير جدا ومضاعف جدا وصعب على اي فريق كره قدم يدخل بطوله بقيمه كاس العالم للانديه ب 15 لاعب غياب. احيانا ممكن يغيب عنك ثلاثة أربعة لاعبين وتحس بالحرج، فما بالك ب 14 15 لاعب. فما كان فعليا في تفاؤل. فلما يعني كان عندي انا كنت في الشغل، ولما فتحت على الشوط الثاني لقيت الاهلي متقدم 1-0 كنت سعيد جدا، فقط لمجرد ان الاهلي صمد لهذا الوقت يعني. فما بالك في نهايه المطاف الاهلي ينجح ويخرج بالمباراه كسبان، هذا بحد ذاته يعني مش رساله، رسائل مجموعه كبيره من الرسائل للعديد من الاطراف في كره القدم لما قدم النادي الاهلي، وهذا حتى انعكس في الحديث في نفس اليوم واليوم الثاني في الصحافه المكسيكيه اللي يعني تجاوبت مع الامر بعده اطراف بالحزن الشديد اداء فريقها ومدربها فير اكيري، وايضا بالاحترام الشديد والنظر باحترام لقيمه وما قدمه النادي الاهلي واللي وصف في بعض الصحف بالكبرياء يعني مثل ما قال. والله اولا احنا بنشكر حضرتك يعني على ان زي عندنا في مصر كده بنقول وشك حلو على النادي الاهلي، وبندعوك يعني وبنقول لك يا ريت تكون متواجد في مباراه الاهلي وبالميراس. بما انك بتتواجد والنادي الاهلي بيحقق الفوز، فنتمنى يكون دايما فقل حسن على النادي الاهلي وتتواجد في مباراه الاهلي وبالميراس. ده رقم واحد. رقم اتنين، يعني حضرتك كلمت عن فكره تناول الاعلام المكسيكي للمواجهه بين الاهلي ومونتريه.
حضرتك ممكن تطلعنا على ما اهم الاخبار او اهم العناوين اللي تم تناولها في الاعلام المكسيكي؟ طبعا صحيفة اونس دياريو المكسيكية، اونس يعني 11 رقم 11 يعني 11 اليومية، هم عندهم كلمة مكسيكية اسمها ماليزيمو يعني رديء رديء او سيء يعني، فهي عشان يعني تثبت ان الاهلي عمل يعني هو اللي قام بهذا الفعل ضد الفريق المكسيكي كتبت ماليزيمو يعني ادخلت اسم النادي الاهلي في وسط العنوان يعني في كناية عن قدرة النادي الاهلي في جعل فريقه كان يظهر بهذا المظهر السيء. في صحيفة اسمها سنت المكسيكية كتبت انتهى الحلم، وكتبت بالعنوان واضح وضعت لاعبي صور لاعبيها في الصحراء، كتبت ضاع الريادوس وهو لقب فريق نادي مونتيري في صحراء الربع الخالي حيث كان فراعنة الاهلي يحكمون الرمال كالمعتاد. هذه فيها شهادة ان الاهلي دائما هو اللي متسيد في مثل هذا النوع من المواجهات. ايضا طبعا في العديد من الصحفيين عبروا عن استيائهم لاداء الفريق، صحفي اسمه خايمي تكلم وقال بان الاهلي باكثر من 13 لاعبا غائبا يذهب الى السيمي فاينل انه تاريخي، هو تحدث انه قال ان هذا تاريخي. في الجارة سبورت تحدثت وقالت بان الريادوس في مونديال الانديه سقط 1-0 امام الاهلي الذي غاب عنه 13 لاعب لم يكملوا حتى مقاعد البدلاء، قال لاعب النادي الاهلي فريق النادي الاهلي ما كمل حتى الاحتياطيين وفاز بالمباراه. ميديو تيمبو لخصت الموضوع وكتبت كلمه يعني كعنوان في اثناء الشوط الاول حتى مش باثناء المباراه، وكتبت تخيل لو كانوا كاملين يعني تخيل لو الاهلي يلعب معانا وهو كامل يعني. طبعا اغلب الصحف تحدثت عن فشل ذريع، وفي صحفي مكسيكي ظهر اليوم كان في بن ابو ظبي حتى يعني كان بيتكلم ومعاه موسيقى حزينه واخذ حفنة من التراب وفتتها كذا بيده وقال بان احلام جمهور مونتيري يعني اخذ قروض طبعا في امريكا اللاتينيه، يجب ان تعرف ان المشجعين بياخذوا قروض على اساس يحضروا هذه البطوله يعني قرض على اساس يحضروا كاس العالم الانديه، فتخيل انك تاخذ قرض تحضر كاس العالم الانديه تخرج من اول ماتش يعني حتى فلوس القرض ما لسه ما تحللت يعني، فكان يعني في حزن شديد جدا وكان في يعني حديث كبير جدا. طبعا المباراه هذا في المدرجات حضرها مدرب بالميراس، لاعبين بالميراس حضروه في الفندق لكن المدرب كان موجود في مدرجات ملعب ال نهيان بنادي الوحده وتابع المباراه من الحدث، وهذا ممكن نتكلم عليه في فتره قادمه خاصه ان قائد الفريق دودو تكلم امس بالمؤتمر او تكلم اليوم بالمؤتمر الصحفي الصباحي وتكلم عن النادي الاهلي وتكلم حتى عن المقامه بين البطوله الماضيه اللي خسر فيها من النادي الاهلي والبطوله الحاليه. دكتور محمد سعدي بنشكرك جدا وبنشكر يعني حماسك وتواجدك دائما وابدا في مباريات النادي الاهلي الحاسمه، وبندعوك ان انت تتواجد ان شاء الله في مباراه الاهلي وبالميراس وان شاء الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي. بنشكرك جدا، وعلى فكره الصحفي اللي كان مع الصوره الحزينه والرمل هو الصحفي اللي كان معانا قبل المباراه بيوم وقال ان مونتيري هيفوز 1-0 او 2-0 برغم ان هو قال النادي الاهلي قوي، فكنا شايفين حاله الحزن اللي هو عليها يعني في قنوات ابو ظبي، ولكن هي رساله ممكن اوجهها لهكتور ميرينو كان بيتحدث قبل مواجهه النادي الاهلي وبيقول انا لا اعرف النادي الاهلي، اعتقد دلوقتي عمرك ما هتنسى اسم النادي الاهلي. اكيد يا اسامه، وانا بشكر دكتور محمد السعدي على رسالته، للامانه شيء محترف وبنسعد بيه هنا في قناة النادي الأهلي. خدنا جولة في الصحافة المكسيكية وكل حاجة كأننا عايشين في أدق تفاصيل الصحافة المكسيكية، وأنا أتمنى لو نقدر نعرض الصورة دي، الصورة اللي فيها شكل المومياء كانت صورة تجرس. لطيفة جدا من جمهور تجرس وده المنافس، برافو عليكم، هي دي الصورة لموميا رياضة دي هنا، طبعا هم جمهور مونتيري أو مونتيري ريادوس بما معناه المخططين، فهو بما معناه الموميا المخططة نتيجة أن الفراعنة قدروا يحنطوها، يعني معنى يبان لكم بسيط ولكن المغزى بتاعه كبير جدا، أن النادي الأهلي أي حد يعتقد أن هو ليه كتالوج ليه حاجة ليه ملكة، هتكتشف أن النادي الأهلي يا أخي قادر يبهرك وقادر يقدم دايما المستحيل، ولسه قدام بالميراس لسه الأماني ممكنة إن شاء الله. نتمنى التوفيق
ونتمنى يكون بعض اللاعبين العائدين من منتخب مصر يعني يقدروا يكون مش محتاجين اكتر من ايمن اشرف ومحمد شريف في المباراه دي. اكيد طبعا كل اللاعبين عشان بس نوضح لكم محتاجين كل اللاعبين. لا بتكلم على الاجهاد، لعيبه مجهده بشكل كبير جدا. مهم جدا لان طبعا حمدي فتحي والسوليه اسامه كنا بنتكلم ان هم مش هتقدر تستفيد بيهم فنيا قوي نتيجه انه لعبوا دقائق كبيره، ولكن في النهايه احنا خلاص بقى تعودنا، لسه هنقول محتاجين مين ومش محتاجين مين، ده الاهلي بمن حضر. بمن حضر اكيد. كنا نتمنى اليوم كله يكون سعيد، ولكن انا واثق ان قريبا هنلتقي بيكم واحنا بنفرح بمنتخبنا. يمكن كنا بنتكلم قبل الحلقه ان احنا هنطلع نحتفل بالشكل ده في وجود علم مصر، وقررنا ان في كل الاحوال لازم علم مصر يكون بالتأكيد موجود بالتاكيد، وان شاء الله يظل علم مصر دائما خفاقا، وباذن الله باذن الله إن شاء الله يكون لنا حالات اسعد باذن الله مع منتخب مصر والكره المصريه باذن الله. الاهلي في المونديال، تابعونا هتلاقوا معانا كل حاجه حصريه على شاشه قناه الاهلي.